البيت؟ لا، اللي فاضل من البيت. الست مروانة ما كانتش دايماً كبيرة عجوزة وتعبانة. حالها في الحال، في حال السحر العجيب اللي مالي المكان. آخر جزء بتخليها على جنب عشان غذا من نوع تاني خالص. أيوة، أصل الست السنية بتغزل الصوف والأحلام. وبتقعد مع البنات بتعلمهم قراية وكتابة ودين وتاريخ وحساب ولغات أجنبية كمان. سراير هي في الحقيقة تمساح كبير عظيم شايلهم على ظهره واخدهم لبر الأمان.